هنعمل النهاردة وصفة للناس اللي بتحب النسكافيه. هنعمل كوكيز نسكافيه، هو بيبقى خفيف وسكر قليل خالص، لان هو يعني بين الكوكيز وبين البسكوت، يعني لا هو زي الكوكيز بيبقى دايب وطري قوي ولا كمان بسكوت مقرمش وناشف، فهو يعني وسط بين الاتنين. وهنعرف دلوقتي ازاي. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك وشير، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. اول حاجه هنبدا بالمقادير بتاعه الكوكيز ده. هنجيب كوبايه زبده، طبعا المقادير كلها بدرجه حراره المطبخ اللي هي يعني مش من الثلاجه، او ممكن الزبده كمان نذوبها سنه علشان تبقى دايب يعني سايحه شويه. هجيب كوبايه زبده وعليها كوبايه سكر، وبالمضرب اليدوي هفضل اضرب. طبعا ممكن نستخدم الكهرباء بس هو مش مستاهل، يعني احنا هنضرب كده بالمضرب اليدوي شويه لحد لما السكر يذوب. هننزل عليهم بمعلقتين عسل اسود، والمعلقتين دول ضروري يعني هما بيظبطوا القوام والطعم واللون كمان. هنضربهم كده برضو مع بعض كويس، وبعدين هنزود بيضتين، وبرضو البيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وشوية فانيليا صغيرين، وهنقلب بقى. هو البيض هيدوب كل حاجة، وهنقلب كويس خالص لحد لما كل المكونات تدوب كده مع بعض كويس. هجيب معلقتين نسكافيه اللي هو القهوة سريعة الذوبان، احط عليها معلقتين مية واسيبهم سنة كده على جنب يبردوا لحد لما اقلب شوية كمان المقادير تدوب كمان. بعدين هضيف المعلقتين النسكافيه دول، وبعد كده هقلب معلقتين نشا كمان. نشا حلوة قوي في الوصفة دي. هنقلبهم بقى كده كويس مع بعض خالص، وبعدين هنستغنى بقى عن المضرب ده، عشان هنزود يا دوب الدقيق والبيكنج باودر. وانتوا عارفين ان هو الكوكيز والبسكوت يا دوب هيتقلبوا بس مع بعض، مش هيتعجنوا او هيتضربوا بالمضرب. هقلب بس كده مع بعض لحد لما القوام يظبط. انا عايزه القوام يطلع بسكوت طري مش بيلزق في ايدي. لو حسيت ان هي بتلزق شويه ممكن ازود معلقتين دقيق، بس هي ظبطت معايا بالمقادير كده. هحط عليها كوبايه شوكليت شيبس او قطع شوكولاته، هنقطعها قطع صغيره زي ما نحب يعني. وبعد كده بقى يا دوب بس مش هنعجنه، هنلف العجينه تظبط معانا لحد ما نوصل للقوام ده اللي هو اعرف اشكله بس ما يكونش ملزق في ايدي. هعمله بقى كور صغيره كده، ويعني هعمله بس كور مش هسيبه يفرد ولا حاجه، نفس الشكل ده كده، واسيب مسافات بينهم عشان هو هينزل يعني حبه صغيرين، مش هيفرد، هو هينزل يعني حبه صغيره خالص. هشكل بقى بنفس الشكل ده، هي نفس الدوائر دي كده، ومعلش بقى على الايدين اللي دخلت معايا. هنشكل الكميه كلها بنفس الشكل ده كده، وهنسويهم بقى على درجه حراره 180. هسخن الفرن على درجه حراره 180، هيقعد 15 دقيقه. لو انتوا حابين ان هو يكون طري عن كده شويه ممكن نخليه 12 دقيقه، هيطلع طري يعني طري سنه زي الكوكيز اللي هو العادي. عايزه اقول لكم انها وصفه حلوه قوي قوي ولذيذه جدا، وخفيف خالص، سكره هادي وطعمه حلو، وجربوه وقولوا رايكم فيه.